هل نروح لنادي الزمالك وعنده مباراة مهمة جدا يوم 31 اللي جاي أمام فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية؟ شايف المواجهة إزاي؟ زي جوزيه جوميز يتعامل مع الخصم اللي قدامه فريق فيوتشر مع الكابتن تامر مصطفى، إزاي يكون استغل فترة التوقف دي في إنه جرب لعيبة، اشتغل على الانسجام بشكل أكتر، إزاي أنا بس استفيد منها هسألك، عشان المباراة دي؟ اتفضل يا كابتن. زيزو وصل لإيه؟ مرحلة زيزو إن شاء الله يلعب؟ انا عايز افاجئ الناس بقى، بس هقول لك مفيش مشكله، زيزو ان شاء الله جاهز بنسبه 100% للمشاركه. يبقى هي الفرقه ما غيرش فيها بتاعه الاهلي على اللي هي الجونه، نثبت الفرقه وكل واحد يلعب في مكانه، بس مش عايزين ويخلي باله ان احنا عندنا اخطاء دفاعيه كتير. خلي بالك برضه عبد الله السعيد، ناصر ماهر مش معاك في الكونفدراليه، وسيف جعفر كمان. ما هو بقى شوف، انا عشان انا مدرب، فما تجيش تقول لي انت عندك واحد مصاب وانا اقول لك لا انا عندي 2 مصابين او 2 موقوفين. لا، انت عندك توقف، لازم تعمل حساباتك مين مكان ده ومين مكان ده. لان انا بقول له اهو، روحنا كزملكاويه فين؟ في البطوله دي، فالبطوله دي لازم ناخدها. والحج والحمد لله ان الماتشين في القاهره وبتلعب فرقه كلنا الزمالك وفيوتشر عارفين اخطائنا ايه وفنيات ايه ونقاط القوه والضعف ايه، فاحنا بس عايزين ربنا يوفق الفرقة الزمالك في حاله نفسيه وذهنيه كويسه، مستعده فعلا ان هي تكسب الماتشين باذن الله عشان تعدي الدور دوت. وان شاء الله هنلعب في النهائي يا اما مع اتحاد العاصمه يا اما مع نهضه البركان. ان شاء الله باذن الله يكون نصيب نادي الزمالك ان شاء الله في هذه البطوله تعوض الفتره اللي فاتت دي. شايف ازاي إن شاء من الله. وجهه نظرك تشكيل المباراه مثلا؟ يعني لو انت حاطط تشكيل في ذهن الكابتن محمد صلاح يلعب بيه جوزيه جوميز مباراه فيوتشر. هو عواد وعمر جميل. وفتوح جميل، الاثنين اللي في القلب، المسلوسي وسام عبد وحسام، المجيد جميل، في رؤى لسه ان شاء الله ولا رؤى لسه، لا رؤى لسه، يبقى في دونجا ماشي، وفي اوباما جميل، فكرني محمد شحاته خلي بالك قريب قوي برضه، خلي بالك الراجل اعتمد لا عليه لعيب كويس، لعيب كويس، واتفرج لعيب عليه كويس. ماتش المنتخب الاولمبي واشاد بيه لا الصراحه. انا بقول لك لعيب كويس وهيفيد الزمالك. طيب وعايزين بس حد يقول له سيبك من السوشيال ميديا اللي يقول لك ده عايز ياخد العقد ويمشي ويفسخ القصه دي، لا لا خالص، هتعمل بلبله لنادي الزمالك. لا لا دي بعض الشائعات على فكره، مش ملهاش علاقه خالص باللعب. قدام بقى زيزو ان شاء الله يخف، ومصطفى شلبي جميل، وفي مين ناصر، يعني هو لازم ناصر منسي، سيف الجزيري، سامسون اكينيولا. لا لا الثلاثة لازم يختار واحد فيهم كويس، يعني اذا اختار كان انت بقى كابتن. انا بقول لك اذا كان سيف مستعد ذهنيا وكلاميا مع المدرب، يعني في ثقة بينهم هما الاثنين، اعتقد ان هو يعني ان شاء الله هيكون من ضمن. خلي بالك شحاتة ده لازم يبصوا له كويس، انه في المنتخب ماشي كويس جدا جدا، لعيب جامد جدا. خلي بقى مش عايز اقول لك لما كان في الجيش كان كويس، هو لازم يكون في الزمالك كويس من خلال المنتخب. فلازم تبص له بص يعني رعايه في البصه شويه، لان الشراكات هتفيدنا باذن الله. طب انت شايف ان هو الراجل جاي من مباراه منتخب اولمبي، الراجل يشركه في مباراه فيوتشر عادي جدا؟ هو الاجانب يقول لك بقى، في ناس في اجنبي يقول لك ده منتخب لازم يلعب، وفي واحد يقول لك لا انا مش معايا ومش واخد على التكتيك بتاعي والتمرينات. ماشي، فدي هترجع لجوميز. طب انت التلاتة بتوع نص الملعب، انت قلت دونجا وقلت اوباما، فاضل واحد. احنا قلنا في حمدي وشحاتة لو هو عايز، في احمد حمدي، في شحاتة، في زياد كمال برضه جاهز ويشترك. يعني قول زياد لسه ما فيش ماتشات ودية او حاجة هيلعبها لان كان مصاب، لكن الاجازة واللي احنا شفناه في الملعب هو ده لازم يلعب الماتش ده. جميل، لان الماتش خلي بالك يبقى فيه جري كتير وفي احتكاكات وفي هجمات هنا وهنا، فرقة فيوش عايز تكسب. ومعاهم مدير فني بيشتغل تكتيك بشكل قوي، يعني تامر مصطفى نعم. بيشتغل على التكتيك بشكل مختلف، راجل عامل شكل وطريقه وشكل في الملعب مختلف، بيعمل معدلات جري وضغط عالي، راجل شغال مع فيوتشر في كام مباراه بس لعبهم، مش بشكل كويس معاهم يعني، فلازم الحذر كل الحذر. لو في نصيحه طبعا تنصح بيها لعيبه نادي الزمالك تقول لهم ايه في مباراه زي دي؟ بص انا بقول لهم احنا مستنيين خلاص، يعني الكاس راح مش عارف، لا احنا مستنيين البطوله دي، والبطوله دي على الورق، على الورق الزمالك ياخدها، لكن مش على الورق، انا عايز في الملعب. بالظبط صح كده، مفيش بطوله سهله، مفيش حد يقول لك انا بلعب بالتاريخ، الموضوع انتهى. انا العب في الملعب، استعدادي ايه، التجهيز بتاعي ايه،
اتمنى ان الزمالك يكون هو الكسبان باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد صلاح شرفتنا ونورتنا. ربنا يسعدك حبيبي، ربنا يسعدك. شرفنا ونورنا الكابتن الكبير كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك ونجم الكره المصريه.